في البورصة المصرية تراجعت المؤشرات بنهاية تعاملات اليوم الأحد. ارتفع وحيدا المؤشر الرئيسي EGX30، طبعا هو المؤشر الأهم الذي يجمع الأسهم القيادية في السوق. الصعود كان بنصف بالمئة ورقم الإغلاق 14737 نقطة. نذهب للمؤشرات الأخرى. EGX70 التراجع بأكثر من 10%، 684 نقطة هو رقم الإغلاق. والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100 أغلق على تراجع طفيف جدا، نقطة واحدة. نذهب للأسهم المرتفعة، كان عددها 60 سهما، والأكثر ارتفاعا سهم غاز مصر على خلفية طبعا النتائج التي خرجت بها الجمعية العمومية التي انعقدت أمس، وكان الصعود بأكثر من 8.16%. يلي ذلك الوطنية لإسكان النقابات، وادي كومومبو للأراضي، وبي انفستمنتس القابضة. نذهب لقائمة الأسهم المتراجعة، كانت 75 سهما والأكثر تراجعا مصر، بني سويف للإسمنت، الإسكندرية للغزل والنسيج، النيل للأدوية، والقاهرة للإسكان والتعمير. طبعا غدا سيكون لدينا حديث مطول عن أداء شركة غاز مصر وكل ما تم في الجمعية العمومية بالأمس، وسيكون معنا رئيس مجلس إدارة الشركة، وأيضا سيكون معنا ممثلون عن الأقلية، تحديدا رنا عدوي رئيس شركة أكيومن، وسيكون معنا أيضا الأستاذ وائل جويد رئيس غاز مصر. نذهب مشاهدينا الآن لأداء البورصات الخليجية بنهاية تعاملات اليوم. نجد أنه هناك صعود في كل من السعودية والكويت ودبي، لكن بورصة أبوظبي تكبدت خسائر خلال الجلسة مع وجود طبعا بعض القطاعات التي لم تكن تعمل بشكل جيد. طيب إذن بعض الأسهم التي كانت متداولة الأسبوع الماضي بدون الحق في توزيعات الأرباح. طيب، وفي الأسواق الأخرى نجد أنه كله ينهي على اللون الأحمر، مسقط، قطر، البحرين. إذا نستطيع أن نقول أنه الصورة كانت متوازنة ما بين الأسواق الخاسرة والأسواق الرابحة، مع يعني ترجيح كافة الأسواق التي أنهت في المنطقة الخضراء.